صورتوا بيت العود العربي، شرفتونا في أبو ظبي. اليوم حفل التخرج الثالث في هذا البيت اللي تأسس منذ 3 سنوات وكم شهر. في هذه التجربة هي نقل المعرفة من الأساتذة للطلاب، ومن الأسلوب المتعارف عليه بعالم العود، المدارس العزف المختلفة، المدارس اللي أصبح عمرها أكثر من 400 عام و500 عام، وظلت هذه المدارس متوارثة في العطاء ومتوارثة في نقل الخبرات. دائما كان هناك فنانين كبار ينقلون معارفهم إلى شباب، حتى استمر هذه التجربة، استمرت بعطاء منقطع النظير لآلة العود اللي يرجع تاريخها إلى 2350 قبل الميلاد في العصر الأكدي، وهذا أقدم ظهور لآلة العود. من 2350 قبل الميلاد إلى هذا اليوم دائما هناك في تجارب، هناك تجدد، هناك معرفة، هناك عطاء. العازف اللي كان يتعبد من خلال الملك البابلي كان هذا شكل من أشكال الرحلة الروحية اللي تستطيع الموسيقى أن تقوم بها. لذلك ولأسباب أخرى أنا حبيت أن تنقل هذه التجربة، تجربة العزف الحي في المسارح، في كل المسارح المحلية والعالمية، كيف تنقل إلى جيل جديد، وتنقل إلى شباب، وتنقل إلى أعمار بعمر 7 سنين و8 سنين. الآن عندنا طلبة، لذلك كل تجربة عندما تنضج وتصبح جاهزة وثمارها أصبحت واضحة يكون أنهى البرنامج المقرر اللي هو بعامين كاملين 24 شهر، يصبح مؤهل لمقابلة الجمهور، ومؤهل لأن يقدم ذاته ويقدم أيضا بلده، لأنه الفنان قيمة كبيرة عندما يستطيع أن يكون شيء مهم يعلو أيضا باسم بلده في كل مكان في العالم. اليوم نخرج يعني إن شاء الله نخرج طالب جديد من الإمارات، وهو فنان عنده تجربة في الألحان وتجربة مهمة وقدم أعمال كثيرة، لكنه منذ افتتاح بيت العود ولديه الرغبة الكبيرة في التعلم، لديه الرغبة الكبيرة في أن يكون عازف، وإحنا بدنا معاه جهد كبير في كما تشوفون في البرنامج، في عنده أستاذ مباشر، وأنا كنت واصل معه أن ينضج الشغل بشكل علمي وبشكل فني عالي حتى يستطيع تقديمه اليوم. فيصل الساري هو اليوم الطالب المرشح، وإحنا نخرج واحد واحد في كل تجربة اليوم. إذا سمحتوا لي أولاً أرحب بكم جميعاً مرة ثانية، وأرحب باللجنة اللي راح تشرف على تخرجه واللي هي تمنح الدرجة. اليوم دوري ودور بيت العود ينتهي في هاي اللحظة، وتبدأ اللجنة بتحديد درجة الطالب. اللجنة مكونة من دائما 2 عازفين عود وفنان لديه رؤية مختلفة وتجربة عميقة في مجال التلحين. اليوم معنا الفنان خالد ناصر الملحن ومدير معهد الموسيقى، وإحنا التقينا بال86 في بغداد، التقينا كان معنا الفنان خالد الشيخ والفنان، كان في كمية، كان في يوم الفن التقينا ببغداد، ومن ذاك الزمن وإحنا عبد الله رويشي. ومعنا الفنان خالد محمد علي عازف العود والكمانجا وصديق العمر، ومعنا عازف عود ماهر جدا، وبصماته إذا شوية استرجعنا بعض الأعمال سنجد أنه هو القاسم المشترك في معظم الأعمال اللي سجلت في هاي السنوات الأخيرة في دبي وفي مناطق أخرى. صادق جعفر وصادق سوليست وعازف عود، واللي يجمعنا في كل هذا الشيء هو الخلق أولا، والفن اللي هو هذا رسالتنا في الحياة. لازم أرحب بعزيزتي وشريكتي في الحب لهذا الفن وفي العطاء، السيدة هدى كانو مديرة مهرجان أبو ظبي. عندي ضيف اليوم أشوفه صار سنين تركته في بغداد، واليوم نلتقي هنا على أرض الإمارات، الناقد والصديق والموسيقي عدنان الحسيني.
وأيضا الحقيقة كثر الأصدقاء، بس أنا جاي أيضا باسمه الشخصي، وابنه بعد أيام يتخرج في بغداد وهو هنا يمثل السفارة العراقية. رحب بكم اليوم. يقدم فيصل الساري، يقدم برنامج في مدارس متعددة، مدة البرنامج قرابة الساعة، متنوع هذا البرنامج، وكيف يستطيع أن يدير عرض بأكمله، وكيف يستطيع أن يقدم مشروعه الفني في هذا العرض. اللي أشرف عليه بشكل متواصل هو أستاذ أحمد حميد، واليوم راح يكون الآن. ندعو فيصل إلى بدء الحفل ونتمنى له التوفيق، وقريبا سيكون زميل جديد لدينا في عالم الموسيقى. أتشرف بحضوركم الكريم، وأتمنى اليوم أقدم ما يرضيكم إن شاء الله، وهي ثمرة مجهود عامين ونصف من التمرين والدراسة والعمل الجماعي في بيت العود العربي مع فريق الأساتذة الموجودين. أرحب بالهيئة الفنانين الكبار، أسماء كبيرة تخوفون. معاي في القطعة الأولى الأستاذ بسام عبد الستار على القانون، من أساتذة بيت العود العربي، أستاذ آلة القانون، والأستاذ رياض محسن من أهم ناظمي الإيقاع على مستوى الوطن العربي. يلا نبدأ البرنامج.